متابعينا الكرام على كل منصات بنكير في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم وجوله سريعه في اسواق المال والطاقه والشركات حول العالم وكل جديد في احداث اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 واليكم التفاصيل. بنكير نبض البنوك. والبداية معنا النهاردة كانت غريبة مع توقع رجل الأعمال والمؤلف الأمريكي الشهير روبرت كيوساكي أن تصبح الولايات المتحدة أفقر دولة في العالم بداية من الآن، وده حسب كلامه خلال مقابلة في برنامج فاينانس والشارن. وأجرى كيوساكي مؤلف كتاب ريتش داد بور داد مقابلة البودكاست أثناء وجوده في الهند لحضور قمة النمو في الهند في سبتمبر 2023. كيوساكي قال إن سبب زيارته إلى مومباي إنه بيحب يزور الأحياء الفقيرة في دول العالم، والمرة دي كانت في الهند عشان بيحب يتكلم مع الناس الفقراء، وقال إن أمريكا مليئة بالأحياء الفقيرة واللي انتشرت بشكل كبير ولسه هتزيد بشكل أكبر. والأغرب إن كيوساكي دايماً بيشبه الدولار الأمريكي بإنه مزيف زي ورق الحمام. الخبر التالي من المملكة العربية السعودية وبخصوص تدشين السلطات السعودية للمركز الوطني لإدارة النفايات حملة جديدة بعنوان النفايات لها قيمة. بيهدف المركز من خلال الحملة تبني الممارسات الصحيحة حول النفايات ورصد المخالفات وفقاً لجدول جديد لتصنيفها. وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لمركز إدارة النفايات دكتور عبدالله السباعي إن المركز الوطني لإدارة النفايات في السعودية بيستهدف مساهمة قطاع النفايات بأكثر من 650 مليار ريال في الناتج المحلي حتى 2040. بنرجع تاني للولايات المتحدة لرصد آخر تطورات فضيحة غسل الأموال في أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم باينانس. وآخر الأخبار بتقول إن في أكتر من مليار دولار خرجت من المنصة خلال 24 ساعة، وده بعد تنحي المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة عن منصبه وإقراره بالذنب في اتهامات بغسل الأموال وانتهاكات العقوبات الأمريكية. وحسب بيانات شركة أبحاث لسه في حوالي 65 مليار دولار من الأصول على المنصة الشهيرة. ومن الولايات المتحدة نروح لتركيا، واللي رفع فيها البنك المركزي التركي الفايدة بأكتر من المتوقع إلى 40%. والحقيقة المركزي التركي فاجئ النهاردة الأسواق التركية برفع سعر الفايدة الرئيسي أكتر من المتوقع في إطار معركته ضد التضخم وجهوده لدعم الليرة اللي شهدت تراجع في قيمتها. ورفع البنك سعر الفايدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 40% في الشهر السادس من دورة تجديد السياسة النقدية اللي سببت زيادة كلفة الاقتراض بأكثر من 4 مرات. الخبر التالي معانا مختلف نوعياً، وهو بخصوص مصير 120 مليار دولار وهي ثروة وارن بافيت، وده بعد كتابته لوصيته وتبرعه بثرواته للأعمال الخيرية بعد وفاته. الملياردير الأمريكي بقى حديث العالم بعد تبرعه بثروته واللي تقدر ب 120 مليار دولار للأعمال الخيرية، وبعدها توقع قرب وفاته ونعى نفسه وقال في رسالة إلى المساهمين بشركته إنه بيشعر بحالة جيدة رغم إدراكه إنه بيلعب في الوقت الإضافي. وأضاف بافيت لتعهده بالتبرع بأكثر من 99% من ثروته إلى الأعمال والمؤسسات الخيرية، مؤكداً إن التبرع في الأصول اللي بيملكها هتكون زي الكتاب المفتوح، وده من خلال وصية هتكون موجودة في محل إقامته في نبراسكا بالولايات المتحدة. آخر أخبارنا النهاردة من الكيان المحتل، وقرار الحكومة الإسرائيلية تأجيل سداد أقساط ب 727 مليون دولار بسبب تكلفة الحرب العالية. وقال بنك إسرائيل المركزي إنه تم تأجيل سداد أقساط 117 ألف قرض، معظمها قروض عقارية وائتمانات استهلاكية أخرى بقيمة إجمالي 2.7 مليار شيكل، أي 727 مليون دولار الشهر الماضي. دي كانت نهاية أخبارنا، شكراً لحسن المتابعة. بنكير نبض البنوك.